نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، وهنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين محمد الطولي قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق. تعالوا نروح نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، وهنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. امبارح صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين محمد الطودي قائد قوات الدفاع الجوي لرتبة الفريق. كمان امبارح وفي إطار الاحتفالات بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبري الزعيمين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي أناب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف العسكرية مجاناً لاستقبال الجماهير خلال يوم 6 أكتوبر، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفي العالمين وبورسعيد، وده في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعرفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة وحرصاً من القوات المسلحة على المساهمة في إثراء الوعي الثقافي والفكري لمختلف الأجيال وتعرفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور، نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي 17 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2024 ببانوراما حرب أكتوبر. بيضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور، وأيضاً جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية اللي تناولت مراحل حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة ومشيخة الأزهر الشريف وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية، بالإضافة لإصدارات هيئة البحوث العسكرية.